السلام عليكم. انطلاق أول محاكمة علنية لرموز من نظام بوتفليقة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية حول الجزائر. انطلقت في الجزائر الأربعاء محاكمة غير مسبوقة لرموز من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لا سيما لرئيس وزراء السابقين عبد الملك سلال وأحمد ويحيى. وبدأت الجلسة في محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية بعد تأجيلها ليومين بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى عدم توفير الظروف المناسبة لانطلاقها. وشهد محيط المحكمة منذ الصبيحة تعزيزات أمنية مشددة شملت كافة مداخل الطرق المؤدية إليها، كما أنه تم نصب شاشة كبيرة داخل وخارج قاعة الجلسة لتمكين جميع من متابعة المحاكمة. ومنذ الإعلان عن تاريخ المحاكمة شهدت البلاد جدلا بين هيئة الدفاع المكونة من عشرات المحامين التي تطالب بتأجيلها نظرا لعدم توفير شروط إجرائها في الظروف العادية وسرعة برمجتها، خاصة وأن البلاد تعيش سباق انتخابات رئاسية المقررة في 12 ديسمبر كانوني الأول الجاري. ورفضت هيئة المحكمة تأجيل قضية لمدة طويلة واكتفت بيومين فقط همين الثلاثاء إلى الأربعاء. وكان وزير العدل بلقاسم زغماثي قد صرح الأحد الماضي بأن كل الظروف متوفرة لإجراء محكمة في ظروف جيدة، وأن القانون ينص على محاكمة الوزراء في محكمة خاصة لكنها لم تشكل في العهد السابق لأسباب مجهولة، وبالتالي فإنهم سيحاكمون في محكمة عادية. وأصر الدفاع مع انطلاق المحاكمة على أن الظروف غير مناسبة. ويتهم في القضية عدة رجال أعمال فتحوا مصانع لتجميع السيارات من عدة علامات دولية وجميعهم في السجن منذ أشهر. ومن المتهمين في القضية أيضا رئيس الوزراء السابقين عبد الملك سلال وأحمد أوليحيا، إلى جانب وزراء آخرين منهم وزير الصناعة هم يوسف يوسفي ومحاجوب بدة وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق.